على مين اكتر لاعب لفت نظرك في الجوله دي؟ ثلاث لعيبه. طبعا في اتنين لا جدال عليهم، سام اشرف هدفين بلديه المحله، وبيرسي تاو عشان هدفين النادي الاهلي ومستواه في الشوط الثاني كمان، لان بيرسي تاو كانت شويه جماهير النادي الاهلي بتلومه على الفينش والشوطه اللي بيعملها، اللي كان بيعملها في الدوري الانجليزي وبيعملها في سان داونز، اغلب الانديه اللي كان بيلعبها الشوطه اللي هو جاب منها الهدفين في البعيده كانت قليله جدا في بداياته مع النادي الاهلي. دلوقتي واضح ان هو مركز عليها. الاثنين دولت بالنسبه لي من نجوم الجوله، ولكن وطبعا مع الزنفولي حارس الداخليه. اللعيب اللي عجبني وشايف انه لعيب مهم جدا جدا مابولولو في الاتحاد، لان مابولولو في الاتحاد هو منظومه هجوميه بيعتمد عليها كابتن طارق العشري بشكل كبير جدا. لعيب قوي جدا في الالتحامات، كل اغلب الكور اللي بتروح له بيقدر يستحوذ. انا اتفرجت على الـ على الـ على المباراه، هو تقريبا اي كوره بتروح له بيقدر يتفوق على المدافعين بسبب قوته البدنيه. هداف، قدر يسجل هدف المكسب نادي الاتحاد، كان هداف الدوري الموسم اللي فات، مستواه ثابت. كمان احنا بنتكلم نادي الاتحاد مش من الانديه اللي قدرت تدعم صفوفها بشكل كبير، ولكن وجود مبلولو في خط هجوم انت تقدر تتكلم انه كل لعب طارق العشري راح في المباراه دي على مبلولو لحد ما تقدم، وبعد كده حتى ضغطه الدفاعي في المباراه كان جيد جدا. فهو بس مش مهاجم وانت معاك الكوره، لا هو بيقدم دور وانت كمان معاكش الكوره. فانا شايف ان هو واحد من المهاجمين اللي محافظين على مستواهم ولازم الناس تبص له بشكل كويس الموسم ده، لانه واضح ان هو مهاجم جيد جدا في الدوري المصري. انا شايفها افضل صفقه للاتحاد الموسم ده الابقاء على مبلولو. طبعا انه مبلولو كان جاي له عرض كمان برقم كبير، $1,000,000، يعني رقم كبير من الدوري السعودي، والاتحاد ابقى على مبلولو، فاكيد كمان الدوره ترضيه كبيره جدا. هو لاعب، هو تقريبا هو افضل مهاجم اجنبي في مصر في الوقت الحالي بالظبط، لحين ما نشوف بقى. بدايته كانت مهمه جدا يا كريم، خد بالك دايما المهاجمين الاجانب او اللعيبه الاجانب في مصر عموما ممكن يلعب موسم كويس جدا، يجي موسم ثاني بدايته ما تكونش افضل شيء. يعني حصلت مثلا ساعات بتحصل مع جوني ايبوكا، فزي ما شفنا كده مبلولو عمل مباراه.